السلام عليكم خوت، مرحبا بكم. فيديو جديد وكان جديد ديال عشية الجمعة الكوارتي، عفوا الكوارتي اللي غادي يمشي في الدوزيام كورس على كابورغ. لا ديستونس ديال 2750 زائد 25 متر عند واحد الخمسة ديال الخيول من 12 حتى ل 15، عندهم 25 متر. لهذا غادي ناخدو عود واحد من تما، غيطلع عود واحد ما بين 12 و 14 و 16، او لا ربما حتى الجوج ما بين 12 و 14 و 16. اللي غادي نركزو عليه الخوت في هذا الكوارتي هو البروميير بوطو. البروميير بوطو هو اللي ممكن غادي نركزو عليه في كأول مرشحين الخوت. كاين رقم جوج، هذا هو الجران فافوري ديال الكورسا. الرقم جوج يوهان بورغوا، تنظن العود هو اللي ممكن يجي في لي فافوري. العود الثاني الخوت هو دي سارتر فرانسوا لوكانو، الرقم 6. ملي كيتلاقى باتريس دي سارتر مع لوكانو كيجيب ليه الخيول، تيجيب ليه الخيول الرقم 6. غادي ناخدو 2 و 6، وغادي نزيدو الخوت الرقم 1 دروب دو لي طون اوتسايدر، هما 6 اوتسايدر. يعني قلنا دو ان 6، هادو تقريبا فيهم الحي، تقريبا فيهم الحي. تيبقى التروا فافوري، فافوري التروا، وتيبقى عود اخر ممكن داك السبعة، ممكن داك السبعة. لهذا تبقى مور اكس 7، تبقى مور اكس. الان ودوه والتروا والسيس، الان ودوه والتروا والسيس. مور اكس داك 7 وداك 8، داك 7 وداك 8، يعني ان دو تروا سيس، ان دو تروا، ان دو تروا سيس. هادو الاخوان خصهم عود في الرونداج، عود في الرونداج، يا اما 13 يا اما 14 يا اما 16. ونسبة كبيرة دوز، نسبة كبيرة غيكون دوز بيريرا. احسن لي زونترينور بيريرا في كابورغ، بالاخص في كابورغ. وتيبقى الكاتورز اكسبريس دو لي طون، ممكن. واخر عود محتمل هو داكشون 16. على كل حال الخوت، كاين 6 كاين 2 وكاين 1، وممكن داك 3 4 ديال الخيول. وغادي نمشيو عند 12 وعند 14 ربما 16. هادو هما البرونوستيك اللي عندي. وغالبا دوزيام بوطو يقدر يجي واحد اللي ممكن يجي. لهذا غادي نرشحو 12 14 مع 1 2 3 6، مع 1 2 3 6. هذا هو برونوستيك ديالنا. ولا لقيتو لا باز، تيبقى داك 7 والويت مور اكس. هذا هو ديال البرونوستيك اللي عندي حاليا. بالنسبه للبلوريش ديال البروميير بوطو هو 11، هاد العود ديال ريول
سانكيام زيرو تروازيام نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي. كانت عنده إعاقة هذا تفيراج دير غير بلاكي في رجل تبان لي شوية بعيد شوية هذا، وخا هو خصو التفيراج خصو بزاف ديال الحوايج. نستبعدو هاد العود هذا، نستبعدو كابورغ 2750 ميم دي فيريش 25000 أورو نو بلاسي، وتستار في كابورغ 6 أيام. هادشي اللي كاين الخوت ان دو تروا سيس ربعة ديال الخيل في البروميير بوتو، خصكم الدوزيام بوتو فيها عاود ولا جوج، اما دوز 14 اما دوز 16. وهادشي اللي كاين الخوت، تحياتي لكم ومع السلامه.